اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. لازلنا في الحديث عن اليمن وصراع البحار. يتدخل اكثر من عامل في صراع البحار في اليمن، من الطريق الدولي الى المجال المائي الى العوامل الاقتصاديه الى الجغرافيا السياسيه الى عوامل تاريخيه واجتماعيه وعوامل حضاريه ايضا. من المعلوم ان اليمن تقع في الجزء الجنوبي الغربي لقاره اسيا، وهي همزه وصل بين اسيا وافريقيا واوروبا. موقعها البحري المتميز واعتبرها نقطه مهمه للتجاره القديمه والحديثه والملاحه البحريه قديما وحديثا. كما هو معروف بان اليمن كانت تمثل جزيره العرب باكملها، من راس مسندم في مضيق هرمز في حدود عمان شرقا حتى البحر الاحمر غربا، ومن جنوب باديه الشام شمالا حتى خليج عدن. وخير دليل على ذلك وجود اثار الحضارات القديمه كالحضاره الحميريه والسبائيه وغيرها منتشره معالمها في ارجاء الجزيره العربيه. تمثل الأهمية الجيوسياسية لليمن أحد عواملها البارزة التي جعلتنا اليمن موقعاً جغرافياً مهماً وهمزة وصل بين انتقال الجماعة الأفريقية والأسوية وانتقال اليمنيين إلى هذه المناطق بشكل أكثر، خاصة إلى شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا. إضافة إلى ذلك، عمل اليمنيين في التجارة عبر مراحل التاريخ المختلفة، وبحكم الموقع الجغرافي الحساس في اليمن الذي يربط الشرق بالغرب عن طريق التجارة الدولية بحراً وبراً، فقد تعرضت للكثير اليمن من الحملات التي كانت تستهدف السيطرة عبر المراحل التاريخية المتعاقبة. غزها الأحباش، ثم استعان القائد اليمني المشهور سيف بن يزن بالفرس لطرد الأحباش، وبذلك دخلت اليمن تحت النفوذ والسيطرة الفارسية عن طريق الاستقدام، وهذا كان قبل البعثة النبوية. أما بعد البعثة النبوية فقد تعاقبت على اليمن الكثير من المتغيرات التي لا يمكن إجمالها في هذا المقام. في قراءة مهمة للباحثة إيفا كيليروتس أكدت فيه أنه من الجيد للباحثين في الشؤون السياسية في اليمن أن يتابعوا بدقة مسبات الأزمة الدولية والإقليمية والحروب التي تشن على اليمن، كما أن النفط والغاز محط أنظار القوى الدولية، فإن الممرات البحرية كانت ولا تزال على درجة عالية من الأهمية للتجارة والاقتصاد، وبالتالي فإن أهميتها السياسية وبحكم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية وعموما اليمن خصوصا، فإن الممرات البحرية المائية المطلة بشكل أو بآخر كانت محط صراع غير معلن لدى هذه القوى. الصراع الاقتصادي في اليمن هو صراع إقليمي على أرض اليمن، ضحية شعب اليمن المنهك والمكلوم. فإيران تدعم من خلال ميليشيات ذات شعبية محدودة انقلبت على الحكم من أجل فرض وصايتها على دولة فقيرة زراعيا وفقيرة نفطيا، إلا أنها غنية جغرافيا وحضاريا. فمضيق باب المندب يعد جوهرة تجارية فيها ينقسم الطرف الثاني وبالذات الأطراف التي لها أطماع في اليمن إلى ثلاثة أقسام بحسب مصالحهم في هذه الحرب. الأول طبعا بكل تأكيد المملكة العربية السعودية التي ترى بتوسع نفوذ طهران لحدودها تهديدا مباشرا لأمنها القومي، وبالتالي فإن دورها في هذا الصراع يقتصر على دفع حلفاء إيران الحوثيين بعيدا عن حدودها الجنوبية. أما الطرف الثاني الذي عينه على اليمن فهي الإمارات العربية المتحدة، والتي ترى في اليمن كعكة مالية اقتصادية استراتيجية هامة، فجميع صادرات الإمارات وارداتها من وإلى الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين تمر عبر باب المندب، وبالتالي تسعى أبوظبي إلى السيطرة من أجل أن تقلل تكاليف تجارتها، كما تحصد واردات ضخمة من السفن والبواخر المارة من هناك، فيما لا ترى أبوظبي بقاء الحوثيين في شمال اليمن خطرا عليها، كما لا ترى بانتهاء الأزمة ضرورة، وهذا واضح من خلال مراقبة التحركات العسكرية والميدانية للقوات الإماراتية التي تحركت بكامل قواها في معارك الموانئ اليمنية، فيما غابت بشكل كلي عن المعارك البرية الداخلية وبالذات في الجبهة الشمالية. الطرف الثالث الذي يسعى لالتهام اليمن بحسب الباحثة هو ما تبقى من الدول المشاركة بالتحالف العربي، والذي يقتصر دورهم على القتال بجانب المملكة العربية السعودية كدين مقدم للرياض سلفا عليها سدادها عبر العقود، سواء تلك الديون اقتصادية أو مساعدة مالية بشكل فعلي، لكنهم لا يؤثروا على خط الصراع، وبالذات مع انسداد الأفق السياسي في اليمن لعدة أسباب، أهمها أن الإشكالات ضمن أذرع التحالف العربي من جهة ومن جهة أخرى لم تبدو واضحة. فطهران طبعا تعمل عبر الحوثيين على إبقاء النار في اليمن مستمرة كورقة ضغط إقليمي ودولية. لأسباب أخرى فإن الخيار العسكري بقي الوحيد على الطاولة، مع بداية العام الحالي حدثت تغيرات في المنطقة دفعت أحد قادة التحالف العربي
إلى التوجه من خط دعم الاستمرار إلى دفع المواجهة نحو الأمام. أبو ظبي أيضا ترى أن خطوط النقل البحري هدفها الأوحد في الصراع في اليمن كما هو واضح من خلال السياسة ومن خلال التحركات. فأيضا لكنها جوبهت بمقاومة، هناك تحرك مقاومي قام بحراك شعبي وأيضا تحرك من قبل الحكومة، وبالذات أن هذا التحرك الذي حصل في داخل اليمن كان شبيه بالتحركات التي قامت بها جيبوتي ضد مشاريعها البحرية، وأيضا هذه شكلت ضربة موجعة لخططهم بالذات في القرن الأفريقي، وبالذات مع وجود أكثر من لاعب إقليمي في كل من جيبوتي والسودان والصومال. هذه اللعب بشكل واضح وبشكل صريح وهذه الخسارات دفعت أبو ظبي ثمنها وعادت لتضع حساباتها الجديدة في اليمن بناء على هذه الخسارات. ميناء الحديدة له أهمية عالية تجاريا وإنسانيا، وهو يلعب دور مهم في صراع البحار أكثر منه عسكريا، فخطوط النقل البحري التي تربطها تضعه ضمن أهم الموانئ في العالم، فيما أن الحالة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني عموما وبحكم حظر الطيران المفروض وضعت هذا الميناء كمتنفس وحيد للمساعدات الأممية، وأيضا اتخذت منه جماعة الحوثي لتمول مواردها فيما يعرف بالمجهود الحربي من خلال هذه الموارد في الحديدة لتغذي الحرب وتغذي العنف. كذلك هذه العوامل كثيرة منها جعلت من خطوة التقدم العسكري نحو له تعقيداته، فالغرب كما هو واضح رافض بشكل كلي لهذه الخطوة، إلا أن مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن هناك محادثات معلنة تمت بين أبو ظبي والمملكة مع مسؤولين أمريكيين خلال الشهر الماضي كان محورها ميناء الحديدة، أعطي فيها الجانب الأمريكي كما تشير المصادر ضوء أخضر لهذه العملية، كما وعدت واشنطن بدعمها عبر تبادل المعلومات والاستخبارات والطائرات من دون طيار. وأيضا كما هو واضح من خلال موازين القوى المعركة شبه محسومة، فموازين القوى تأكد تفوق قوات الشرعية والتحالف العربي، كما أن التحرك الأوروبي الذي تقوده بريطانيا عبر المتحدة للضغط نحو وقف العملية من المرجع أنه لن يؤثر على مسارها، وبالتالي فمعركة الحديدة معركة مهمة في صراع البحار. والسؤال الأكثر إلحاحا هو ما بعد هذه المعركة، فما جرى في عدن من توجه للتحالف العربي وبالذات أبو ظبي على وجه التحديد لتحويل المدينة إلى قسمين تبعا لمصالح التجارية، ثم التهرب من استكمال التحرك الميداني، يضعنا أمام جريمة كبيرة وهي أن تنتهي المعركة فيقرر طرف من أن المعركة انتهت، وبالتالي يواجه ملايين اليمنيين خطر الموت جوعا مع إغلاق آخر بوابة لهم وآخر منفذ لهم المتمثل في ميناء الحديدة. للتوسع في هذا المصادر هنالك مواد مهمة جدا من بينها قراءة للباحثة إيفا كليريوتس بعنوان الممرات البحرية والنفط سببان رئيسيان لحرب اليمن، أيضا مادة أخرى منشورة للباحث خالد عقلان في المعهد المصري للدراسات. نذهب إياكم لمشاهدة مناظر من المجال البحري اليمني مصحوبة بأغنية يا بلادي يا نداء هادرا يعصف بي، يا بلادي يا ثرى ابني وجدي وأبي، يا كنوزا لا تساويها كنوز الذهبي، بصوت فنان اليمن الخالد محمد مرشد ناجي. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة، بسم الرحمن بدأنا بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبأ. يا بلادي نداء هاجرا يعصف بي، يا بلادي يا ترى ابني وجدي وأبي، يا بلادي نداء هاجرا يعصف بي، يا بلادي يا ترى ابني وجدي وأبي، يا بلادي نداء هاجرا يعصف بي، يا بلادي يا ترى ابني وجدي وأبي، يا بلادي نداء هاجرا يعصف بي، يا بلادي يا ترى ابني وجدي وأبي، يا كنوزا لا تساويها كنوز الذهب، يا كنوزا لا تساويها كنوز الذهب، يا كنوزا لا تساويها كنوز
الحوز الذهبي يا كنوزا لا تساويها الحوز الذهبي. أقفزي من قمي ما في الطود لأعلى الشهب، أقفزي من